وينضم إلينا أيضاً ولكن من رام الله دكتور أشرف عكا الخبير في العلاقات الدولية. مرحباً بك دكتور أشرف. إذن كيف تقرأ مثل هذه الأحداث وهذه التسريبات في هذا التوقيت؟ من هو صاحب المصلحة؟ لماذا تمت هذه التسريبات ولماذا الآن؟ يعني أول حسابات نتنياهو الخاطئة ستوقع في الفخ الاستراتيجي وعلى كل المستويات، واعتقد أن لاعبه السياسية الداخلية ومحاولة استثماره كل الأحداث والتطورات وحتى إنجازات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية العسكرية في صالحه الشخصي كشفت هذه التسريبات أن نتنياهو قد يكون وراءها وقد ضحى بمن سربها كما يقال في إسرائيل. وبالتالي أعتقد أن التفاعلات الداخلية في إسرائيل والحراك والتصريحات من قادة المؤسسة الأمنية، من المعارضة الإسرائيلية، من بيني جانس وإزكونت وغيرهم من يعني من الشخصيات العسكرية في إسرائيل تدلل على خطورة هذا المشهد على البعد الأمني الاستراتيجي الإسرائيلي. يعني هل تقصد حضرتك بأن يكون نتنياهو هو الشخصية التي كانت وراء هذه التسريبات؟ نعم، هناك أقوال كثيرة وهناك إشارات وتلميحات وتصريحات بهذا الاتجاه. نعم. خاصة أنه تخلى عن ذلك الناطق والمتحدث باسم مكتبه ودعا أنه لا يعلم به ولا يعرفه أصلا، وهذا يبين يعني خشية نتنياهو من هذه من تفاعلات هذه القضية لدى المؤسسة الأمنية العسكرية التي شرعت بتحقيق يعني حثيث بهذه المسألة وتريد أن تصل إلى نتائج حقيقية وكبيرة، خاصة أن بعد ما تم تسريبه مزور وفي تلفيقات وفي محاولة لإظهار نتنياهو وبأنه يعني رجل الإنجازات في إسرائيل، هذا كله يجعلنا نقول أن هناك بدأت تقديرات متى ستسقط هذه الحكومة من رئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم المعارضة الإسرائيلية. خلال الساعات الماضية قال أن يعني شهر سبتمبر القادم سيكون هو الأساس، ديسمبر عفوا القادم هو قد يكون هو وقت إسقاط هذه الحكومة بفعل التفاعلات حول الموازنة والخلافات، وبدأ كم هذه الحكومة فاسدة وتولي يعني الميزانيات لصالح الأحزاب دون الاقتراف حتى بالجنود والمقاتلين كما يقولوا في إسرائيل الذين يقاتلون دفاعا عن الدولة، يتم تخفيض رواتبهم وأجورهم، ناهيك عن أن يعني المستوطنين وإعادة إعمار الشمال كما يسمى بهذا الموضوع. إذن هناك خلافات كبرى وهناك خلافات عميقة حول العديد من المسائل والقضايا، قد تكون هذه القصة هي المسمار الأخير في نعش حكومة نتنياهو وائتلافه. نعم، إذا ما كان نتنياهو نفسه وراء هذا التسريب، ما هو انعكاس هذا من وجهة نظرك دكتور أشرف على مكانة نتنياهو السياسية وفي هذه المرحلة الحرجة؟ واضح تماما لها انعكاسات كبيرة على مستقبله السياسي وعلى سمعته كرئيس وزراء وعلى سمعته باعتباره يجب أن يكون هو الأساس في حفظ الأمن ومنع هذه التسريبات والسلوكيات. والحديث قبل ذلك عن كان هناك حديث طيل الفترة الماضية عن أن هناك معلومات تسرب حول القضايا الأمنية الاستراتيجية في النقاشات التي تجري في الغرف المغلقة من وزراء ومن مقربين من نتنياهو. ولاحظنا حتى في الفترة الأخيرة يعني تظهر لنا تصريحات بما يسمى مسؤول إسرائيلي كبير، مسؤول أمني كبير، وهذا كله يعني شكل من أشكال الدعاية والأساليب التي يحاول أن يضعها نتنياهو. أضف إلى ذلك يعني هذا سيؤثر على مجريات الحرب وأهداف الحرب التي حددها نتنياهو في ظل الأصوات الداعية. نعم. والمطالبة من المؤسسة الأمنية العسكرية والمعارضة بضرورة استثمار ما يسمى الإنجازات التكتيكية لتكريس واقع سياسي والاتفاق على شيء مع الأطراف يعني مع أطراف الصراع في لبنان وفي فلسطين بهذا الاتجاه. وبالتالي هذا نعم قد يؤثر على حراك على تفاعلات، هو تجاوز وأجل وزاح جانبا ملف الأسرى وهي قضية إشكالية في إسرائيل بما له علاقة بأهداف الحرب واستراتيجية الخروج منها وتداعيات هذه الحرب يعني على الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى الجبهة الداخلية وعلى وضع الجيش الإسرائيلي الذي يستنزف والذي يحتاج إلى 7000 جندي بالفترة العاجلة لكي يعوض حالة النقص التي يعانيها بفعل ما يجري من إصابات وقتل في الجبهات المفتوحة. نعم دكتور أشرف عكا الخبير في الشأن الإسرائيلي، أشكرك
شكرا جزيلا الخبير في العلاقات الدولية، كنت معي من رام الله، شكرا جزيلا لك.